أطفال اليمن يموتون بلا حساب، فمن لم تصيبه قذيفة فتقتله أو تعوقه مدى الحياة قتلته الأمراض والأوبئة التي عادت لتجتاح البلد مع سلطة الميليشيا وحربها خلال العامين الأكثر سوداوية. 10,000 طفل على الأقل توفوا خلال العام الماضي في اليمن نتيجة أمراض كان يمكن الوقاية منها بحسب ما رصدته منظمة اليونيسيف. المنظمة قالت في بيان لها إن أكثر من 7 ملايين طفل بحاجة إلى الرعاية الصحية الأساسية، فيما تسبب النظام الصحي المتهالك في اليمن بتعريض الأطفال للأمراض وسوء التغذية. إلى ذلك قالت المنظمة إنه تم تسجيل أكثر من 2700 حالة إسهال مائي حاد واشتباه بالكوليرا أغلبهم من الأطفال. الحرب المستمرة منذ قرابة عامين تركت ما يقارب 370 ألف طفل معرضين لخطر سوء تغذية حاد، وهو وضع يحتاج لعلاج عاجل لمنع الطفل من الموت بحسب تقرير سابق لذات المنظمة. ولكن من أين يأتي العلاج بعد أن أصبحت معظم المراكز الصحية خارج الجاهزية بسبب الحرب، إما بالقصف أو بعدم وجود الأدوات الطبية والكادر اللازمين؟ وضع صحي حرج يضع أطفال اليمن على حافة الكارثة، وصفهم أكثر الفئات تضررا من هذه الحرب، الحرب التي لن تنتهي حتى تترك أثرها غائرا في مستقبل اليمن كما فعلت مع حاضره.